محمد الدكتور محمد العقاد الآن في موضوع كلمته تحديات سوق العمل للمترجم العربي. والدكتور محمد العقاد الآن هو أستاذ في جامعة العلوم والإدارة في ماليزيا. تفضل دكتور محمد. بارك الله فيك دكتور محمد، وجزاكم الله كل خير على الدعوة الفاضلة. أعتقد الصوت ما أعرف عندي واضح ولا لا دكتور محمد؟ واضح جدا، واضح جدا. تمام، الحمد لله، لأن المايك عندي أحسه أحيانا بيشتغل وأحيانا لا. تمام جدا، اسمح لي بس أعمل مشاركة للشاشة. تفضل. أعطيه والله، ألا أعطيك هو كوست دكتور محمد؟ ايوه هيك تمام جدا باذن الله. تفضل دكتور. تمام جدا، ظهرت الشاشه دكتور. والله سيدي، اهلا وسهلا بكم جميعا، واتشرف ان اكون في هذه الجلسه. اهلا ايضا بالنسبه لجميع الاخوه والاخوات الموجودين. تحياتي إلى الدكتور مجاهد وإلى الدكتور أيمن. حياكم الله دكتور. تحياتي وجميع وجميع الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم جميعا. اليوم طبعا راح نتحدث في الموضوع هذا معي تقريبا ما يقارب 10 أو 15 دقيقة عن تحديات سوق العمل للمترجم العربي. فيما يختص بتحديات سوق العمل، هناك الكثير من التحديات التي واجهها المترجم العربي، سواء المترجم المستجد او حتى المترجم المؤهل او المترجم اللي بنحكي البروفيشنال في سوق العمل فيما يختص بالسوق العربي او بالوطن العربي بالتحديد. من ضمن هذه التحديات واهمها اختلاف العملاء وآلية التعامل معهم. طبعا من وجهة نظري الشخصية ومن وجهة نظر الطلاب اللي بدرسهم اكثر من 150 طالب، معظمهم من الدول العربية طبعا، وفي منهم من ماليزيا وجنوب شرق آسيا. معظم التحديات اللي كانوا بيواجهوها بعد تخرجهم من البرنامج الترجمة، واعتقد هذا برضو بواجهها معظم الطلاب العرب عندكم دكتور محمد ومعظم الدول العربية، انه اختلاف العملاء واختلاف التعامل معهم. هناك الكثير جدا من العملاء للأسف اللي بيكونوا غير صبورين في التعامل مع المترجمين المستجدين او المترجمين الجدد. هناك عدد كبير جدا ايضا من العملاء اللي بكونوا متاخرين جدا في تسديد مبالغ الترجمه او رسوم الترجمه بعد الترجمه. فبيقوم الطالب او بيقوم المترجم المستجد بعمل الترجمه وتقديم الترجمه، بيقعد تقريبا اسبوع اسبوعين شهر زمان، وللاسف ما بيحصل على اي شيء. كل ما يقعد او كل ما يبدا في مراسله صاحب الشركة بخصوص الأسعار الترجمية أو أسعار الترجمة، بيرد عليه مثلا لسه ما وصلنا، ما دفعوا لنا، ما أعرف شو الترجمة بدك فيها أخطاء. وبيقعد يماطل في الشخص لحد ما يمر شهر شهرين وينسى المترجم، ينسى الموضوع، لأنه خلص يعني صار له أكثر من شهر شهرين على مثلا ما يقارب 15 أو 20 أو 30 دولار، فشو بده يسوي؟ فبيروح المشروع وبيبدأ وتبدأ الدائرة تدور. ونفس الموضوع في كثير في المترجمين للأسف سيئين السمعة، خاصة فيما يختص بالعملاء أو أصحاب مؤسسات وشركات الترجمة. هذا النوع الأول. النوع الثاني اللي بيكون العميل صاحب مركز الترجمة اللي بياخذ منك الترجمة أو بيطلب أنه أنت تترجم له، يعني هو بيكون كحل وسط أو كحلقة وصل بينك وبين الشخص اللي محتاج الترجمة. بيكون صاحب مركز الترجمة للأسف ما عنده خبرة بالترجمة، يعني هو تخصصه مثلا مخلص إدارة طبية أو أي شيء ثاني ما له علاقة بالترجمة بتاتا، وبيجي بده يشرف على مترجمين وبده يدقق على ترجمتهم، هو ما عنده أصلا خبرة بالمجال هذا. فبيطلع لك الكلام الصح، بيقول لك إنه هذا خطأ. يعني كثير في طلاب من طلابي رجعوا لي بيحكوا لي انه كلمات صحيحه مترجمينها صحيحه 100%، الشخص بيحكي لهم انها خطا. فبعد ما يحاججوه بالادله والبراهين بيبطل يرد. فهذه كلها من الاسباب اللي بتاكد انه احيانا
وفي كثير من الأحيان عدم المعرفة الكافية لصاحب مركز الترجمة أو صاحب شركة الترجمة أحيانا بتسبب الكثير كثير من المشاكل للمترجمين، خاصة المترجمين الجدد. فهذه من أهم المشاكل اللي بواجهها المترجمين في الوقت الحالي. أيضا من المشاكل الثانية التضارب الشاسع في أسعار المترجمين وعدم وجود تسعيرة ثابتة. كل شخص أو حسب كل دولة أو حسب أحيانا كل إقليم له تسعيرة معينة. مثلا في مصر ممكن توصل أحيانا ترجمة صفحة كاملة 250 كلمة توصل ممكن 30 جنيه عند بعض المترجمين، وبعض المترجمين ممكن يترجمها ب 10 جنيه، بعض المترجمين الثانيين ممكن يترجمها ب 200 جنيه. وهكذا الحال في الأردن وفي فلسطين وفي ماليزيا وفي معظم الدول. فتضارب الأسعار هذا بيسبب يعني مشاكل جمة سواء للمترجمين الجدد أو حتى للمترجمين المؤهلين، لأنه ما في أسعار وما في تسعيرة ثابتة. طبعا في سبب أساسي خلف التضارب الشاسع في أسعار الترجمة راح نحكي عنه لاحقا بإذن الله. المترجم المعتمد والمترجم المحلف. للأسف الكثير من طلابنا في هذه الأيام يعتقد أنه المترجم المعتمد هو اللي بيصدر ترجمة معتمدة، أو الترجمة المعتمدة هي اللي بيصدرها مترجم معتمد. هذا الكلام غير صحيح البتة. فالمترجم المعتمد هو شخص معتمد من هيئة سواء حكومية أو هيئة خاصة موثقة بتقوم باعتماد المترجمين، مثلا زي هيئة الترجمة الفورية والترجمة التحريرية، الهيئة الأمريكية للترجمة الفورية والترجمة التحريرية. مثل هذه الهيئات الحكومية في أغلب الأوقات بتكون هي اللي بتعتمد المترجمين وبتصدر شهادة ورقم عضوية باعتماد المترجم هذا بعد ما يخضع المترجم إلى اختبار أو اثنين أو أكثر في أغلب الأوقات. بهيك المترجم بيكون معتمد. طبعا المترجم حتى يكون معتمد لازم يكون عنده اللهم صل على سيدنا محمد، لازم يكون عنده القدرة والكفاءة على الترجمة، واحد من الاثنين، بند من الاثنين. يما يكون عنده خبرة في الترجمة ما لا تقل عن 5 سنوات حتى يخش على حتى يدخل على اختبار الاعتماد، أو النقطة الثانية يكون عنده مؤهل أكاديمي بكالوريوس أو ماجستير أو حتى دبلوم في الترجمة والترجمة الفورية. يعني يكون عنده واحد من الاثنين، إما خبرة عملية في الترجمة أو يكون عنده مؤهل أكاديمي. فالناحية الاعتماد بس الشخص يكون مترجم معتمد فهذا صعب جدا أنه يقدر يحصل عليها أي شخص ما عنده خلفية كبيرة في الترجمة أو ما عنده مثلا خبرة كبيرة في هذا المجال. المترجم المحلف ويختلف اختلاف شاسع بينه وبين المترجم المعتمد. المترجم المحلف هو بيكون محلف من قبل هيئة القضاء الأعلى أو فيما يسمى في بعض الدول العربية بوزارة العدل. بيكون محلف لأنه تم اعتماده من وزارة العدل. فبكون معظم شغله بيكون ترجمة أوراق أو وثائق خاصة بالمحكمة أو بالمحاكم أو بالقضايا القضائية. فهيك هذا هو الشخص أو المترجم المحلف. بين المترجم المحلف والمترجم المعتمد حكومية، ولكن المترجم المعتمد المحلف لازم يتم اعتماده من الدولة نفسها اللي هو راح يشتغل فيها. مثلا لو شخص بده يتوجه أو مثلا يعيش بالإمارات فبيتقدم إلى ترجمة المحلفة التي تصدرها وزارة العدل في دبي بحيث أنه يكون مترجم محلف. طبعا حتى يكون مترجم محلف لازم يكون معه إقامة في البلد اللي بده اللي هو عايش فيها أو ساكن فيها. بدون إقامة أو فيزا سياحة ما تقدر تقدم على الترجمة على أنك تكون مترجم محلف. لازم تكون عندك إقامة في البلد حتى تقدر تقدم على ترجمة أنك تكون مترجم محلف. وطبعا هذا بدها برضو إلها شروط، من ضمن الشروط 5 سنوات خبرة أو مؤهل أكاديمي، فبكالوريوس فما فوق. الدبلوم ما بتم اعتماده للأسف، بكالوريوس فما فوق. دخول أصحاب المهن الأخرى إلى سوق العمل، وطبعا هذا شهدناه بشكل كبير في فترة الكوفيد-19 البانديميك أو ما يعرف بالكورونا. كثير من أصحاب المهن الأخرى، الأطباء اللي مخلصين مثلا إدارة أعمال، اللي مخلصين أي مجال آخر، أو حتى اللي بيكون مخلص من توجيه أو ثانوية عامة
تلاقيه بيشتغل ترجمة. طب هل عندك خبرة في الترجمة؟ هل اشتغلت قبل هيك؟ هل عندك مؤهل أكاديمي بالترجمة؟ لا، بس يعني مصدر دخل. طب تمام جدا، ما حكينا شيء، بس مصدر الدخل هذا أنت بتدمر ناس درست سنين عشان تدخل بالمجال هذا. فهذا للأسف برضو اللي بيحكمها نقطة مهمة جدا راح نحكي عنها لاحقا. قلة الإلمام بالمهارات التكنولوجية وهو موضوع مهم جدا. فالمترجم الكفء أو المترجم المحترف لن يكون مترجم محترف بعدم الاهتمام بالمهارات التكنولوجية، أو ما نسميها في هذه الأثناء بالديجيتال ليترسي سكيلز. فلازم يكون عندك ديجيتال ليترسي سكيلز. أي شخص ما عنده مهارات تكنولوجية في هذه الأثناء خاصة فيما بعد 2019 أصبح يعتبر أمي، ليس الأمي الذي يقرأ لا يقرأ ولا يكتب، أو ليس الأمي الذي لا يعرف إلا الكمبيوتر، ولكن الأمي اللي ممكن يكون عنده كمبيوتر وما بيعرف يستخدمه، وما بيعرف إيش المهارات اللي ممكن يستخدم فيها الكمبيوتر بحيث إنه يتفوق على الكمبيوتر. كثير في جوانب ممكن كأشخاص، نحن كأشخاص أو كمترجمون أو كأشخاص نتحدث عدة لغات بإمكاننا أن نتفوق على الكمبيوتر فيها. فالإلمام بالمهارات التكنولوجية جانب مهم جدا، وطبعا من ضمنه أكيد نشمل الكات تولز فيما يختص بمجال الترجمة التحريرية ومجال الترجمة الفورية. هناك أيضا في برامج مخصصة باشتراكات سنوية مخصصة لتدريب المترجمين الفوريين. إذن ليس فقط الكات تولز التي تختص بالترجمة التحريرية، ولكن هناك برامج تم تكريسها خصيصا لتدريب المترجمين على الترجمة الفورية والترجمة التتابعية. فهذا أيضا يلعب دور هام جدا فيما يختص بمعرفة والإلمام بالمهارات التكنولوجية. عدم توفر قواعد بيانات سحابية لتوحيد المتلازمات اللغوية أو اللفظية ومسار الترجمة، هذا بند مهم جدا. وفي الحقيقة نرحب بمبادرة حاكم دبي التي قام بها قبل عدة سنوات بترجمة آلاف الكتب والمقالات من اللغات العربية الإنجليزية ومن الإنجليزية العربية. نعم، ولكن كنا نتمنى أن لو يتم توفير مسارد ترجمية سحابية لجميع الوطن العربي بحيث أنه يتم الوصول إليها لأي شخص في الوطن العربي، يتم الوصول إلى هذه المسارد السحابية بكل سهولة، بحيث أنه هذه كثير رح توفر على المترجمين العرب والمترجمين الغير العرب، الغير عرب أيضا في مجال الترجمة، سواء الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية. فعلى سبيل المثال أن يكون هنا في مسارد للمتلازمات اللغوية، مسارد معينة. هناك الكثير 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 من المسارد اللغوية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية التي يتوفر لنفس المسرد أكثر من 5 أو 10 ترجمات. فهذا يعتبر من المشاكل التي تواجه المترجمين. احيانا بتلاقي كلمه معينه لها اكثر من 5 أو 10 ترجمات لنفس المصطلح لنفس الكلمه. نعم انا معك، احيانا يختلف حسب السياق، ولكن السياق نفسه، ولكن الترجمه تم ترجمتها ب10 كلمات مختلفه تماما. ليش؟ لانه كل مترجم بيترجم على حسب مهاراته، على حسب الخبرات اللي عنده، على حسب معرفته. ففي كثير مترجمين يعني ما عندهم مهاره الاستخدام اللغة العربية الفصحى أو الإلمام باللغة العربية أو الإلمام باللغة الإنجليزية، فالفوكابس اللي عنده معينة أو محددة جدا، فراح يستخدم التعريف أو يستخدم ترجمة الكلمة أو المصطلح هذا حسب المعلومات المتوفرة عنده. فهذا صحيح، وأغلب الأحيان بيكون صحيح ولكن غير دقيق، يعني non equivocal. فهنا بتحصل المشاكل، فبتلاقي كلمة واحدة إلها أكثر من 5 أو 10 ترجمات باللغة العربية لنفس الكلمة. وهذا سببه عدم توفر قواعد بيانات سحابية لتوحيد الكلمات وتوحيد المتلازمات. البند الأخير عدم توفر نقابة للمترجمين. وطبعا لو في نقابة للمترجمين للأسف كل البنود هذه بتم حلها. اختلاف العملاء والتي تتعامل معهم بتم حلها من خلال
وتوفر ما يسمى بال سنديكيت او نقابه نقابه عامه للمترجمين التحريرين او المترجمين الفوريين، او ممكن ان نسميها نقابه المترجمين العرب التي تشمل معظم الوطن العربي، او ممكن يكون لكل دوله مثلا نقابه مترجمين، كما هو الحال نقابه المحاميين، نقابه الاطباء، نقابه المحاسبين. لماذا لا يوجد نقابه للمترجمين لكي تضمن حقوقهم؟ والكثير الكثير من المشاكل التي نواجهها بسبب عدم وجود نقابة توحد أعمال المترجمين وتحفظ لهم حقوقهم وتنص عليهم واجباتهم. فلو موجود لدينا مثلا نقابة للمترجمين، اختلاف العملاء والتعامل معهم راح يتم سن قوانين معينة فيما يختص بالبند هذا. التضارب الشاسع في أسعار الترجمة راح يكون في هناك قائمات أو قوائم كاملة تختص بأسعار الترجمة للصفحة أو للكتاب أو للكلمة حسب الدولة وحسب المكان وحسب المدينة. أحياناً المترجم المعتمد والمترجم المحلف سيتم تحديدهم وعمل اختبارات تأهيلية لهم قبل الدخول إلى الترجمات المعتمدة أو الترجمات المحلفة. دخول أصحاب المهن الأخرى سوف يتم الحد من هذا الإجراء. قلة الإلمام بالمهارات التكنولوجية سوف توفر هذه النقابة، وبالتنسيق طبعا مع عدد من المتدربين العدد من المدربين سوف توفر العديد من الدورات التدريبية سواء على مجال أو على نطاق الدولة أو على نطاق الوطن العربي ككل. عدم توفر قواعد بيانات أيضا، هذا الموضوع يحتاج دعم كبير، ويفضل أن يكون دعم مؤسساتي أو دعم دولي، لأنه مشروع كبير جدا يحتاج إلى تكاتف الأيادي وتكاتف الآراء للعمل على مثل هذا المشروع. وبالتأكيد هذا المشروع لو تم العمل عليه وتم توفير بعض الدعم من قبل بعض الحكومات سيكون من أنجح المشاريع، خاصة في مجال الترجمة التحريرية والترجمة الفورية. هذا كل ما لدي في هذا اليوم، وأتمنى أن أكون قد لميت معظم التحديات التي واجهها المترجم العربي. هناك طبعا بعض التحديات الأخرى، ولكن حاولت فقط لضيق الوقت حاولت أنه أركز فقط على أهمها. شكرا لكم دكتور محمد. الله يعطيكم العافية دكتور محمد العطار، شكرا جزيلا لكم يا سيدي. تلخيصا لبعض البنود الهامة التي ذكرها، وكل بنود هو هام لما ذكره دكتور محمد، الاختلاف الحاصل بين المترجم المتخرج والعميل بما يسيء المترجم ويشعره بالإحباط وهو في بداية مهنته. ربما يكون الخلل في المترجم نفسه في عدم التزامه، وأنا أؤكد على مسألة التزام المترجم في سوق العمل. الاختلاف أحيانا بين المترجم وحديث التخرج ورب العمل نفسه بصفته الرسمية كمدير مكتب أو مدقق لغة، أتعاب المترجمين وعدم استقرارها في سوق العمل، اعتماد المترجمين في السوق، ما الجهات التي ترخص المترجمين محليا اقليميا عالميا، اين او عفوا ان يعزز المترجم التقنيه المهارات التقنيه والتكنولوجيه او ما سماه الدكتور محمد بالديجيتال ليترسي سكيلز، توفير قواعد بيانات سحابيه لتوحيد المتلازمات اللفظيه ومسارد الترجمه، اين نقابه المترجمين، هل جمعيات المترجمين تحل محل النقابه، النقابة تنظم عملهم، تؤهلهم، تعرف المجتمع المحلي بهم وتحميهم وتصون حقوقهم. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد العقار.